إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، عبارة تحفيزية لكل أسرة مصرية وكل أسرة عربية. تحياتي لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، حلقة جديدة من حلقات ستات دوت كوم. النهاردة حلقتنا في غاية الأهمية، مش لأنها بس بتهم كل أسرة مصرية، إلا أن عايزة أقول لحضراتكم أن الضنا غالي. أتحدى أي مخلوق في العالم كله يقدر يكذب العبارة دي، مفيش أغلى من الضنا. موضوع حلقتنا النهاردة موضوع في منتهى الأهمية، أهمية الوقاية لتجنب طفل ذوي إعاقة. الحقيقة موضوع شاغل بال ناس كتير، وموضوع في منتهى الأهمية، وكتير من الأسر المصرية والعربية محتاجة تفسير وتوضيح لنقطة زي دي. عايزة أقول لحضراتكم إن النهاردة والله بجد ما لقيتش أهم ولا أغلى من موضوع ممكن نقدمه النهاردة في الحلقة دي غير الموضوع ده، يمكن لأن حاسين قوي بمعاناة كل الأسر المصرية اللي عندها طفل من هذا النوع، يمكن لأننا عايزين نسلط الضوء أكتر من خلال قناة الصحة والجمال على كل ما هو مفيد ومهم لكل الأسر المصرية والعربية بشكل عام. عايزة أقول أو أخاطب النهاردة كل أسرة، كل أب، كل أم لديهم ابنة أو ابن عنده قدرات خاصة أو لديه قدرات خاصة. عايزة أقول لحضراتكم أن أنتم مش عندكم طفل لديه قدرات خاصة، حضراتكم عندكم كنز وبركة. ما تستغربوش من كلامي والله بجد، كنز وبركة. قد إيه مجهود حضراتكم ووقتكم اللي بتبذلوه داخل بيوتكم مع أبنائكم ذوي القدرات الخاصة، قد ايه ده وقت غالي قوي، غالي جدا قدام ربنا وغالي جدا قدام نفسكم. لما تكوني بتشتغلي او بتشتغل على نفسك قوي علشان تقف جنب ابنك وتدعمه وتحتويه، فبالتالي انت محتاج اللي يقدر يساعدك او يسندك. اولا دورنا هنا كاعلاميين اننا نقدم ساده وضيوف ذو علم وخبره كافيه اكتسبوها على مدار حياتهم العلميه علشان يقدروا يوصلوا لحضراتكم كل ما هو مفيد ومهم لتربية سليمة وكيفية الوقاية من إنجاب أو تجنب دخول طفل في حياتنا بالنسبة للناس المقبلين على الزواج، بالنسبة يعني طفل ذوي إعاقة. خليني أقول لحضراتكم سريعا اللي ياخد بإيدينا في النقطة ديت، ضيفتي الجميلة المشرفاني النهاردة دكتور إيمان علي عبد الرحمن، استشاري صحة نفسية وتخاطب الأطفال وفئات خاصة. برحب بيك يا دكتور. أهلا بيكي، أهلا بيكي، ميرسي على التقديمة الجميلة. أشكرك يا دكتور، أشكرك. خلينا سريعا يعني لان حضرتك الموضوع في الكلام في الموضوع ده محتاج باع طويل، وانا محتاجه النهارده يعني استغلك جدا في علمك واخد منك كل ما هو مفيد. اهميه الوقايه لتجنب طفل ذوي اعاقه، انا مقبله على الزواج ومعايا خطيبي، ازاي اعمل ايه او اخد خطوات ايه علشان ما يحصلش ده؟ تمام. الموضوع طبعا متشيق جدا وجميل جدا، وبداتي بدايه موفقه جدا ان ازاي الوقايه. دايما الناس ممكن يعني بيحصل لها لبس ان هي اثناء الحمل، ان هي ما بعد الولاده بيحصل، بيفتكروا مثلا بتحصل الاعاقه بوقت متاخر. مهم جدا طبعا ان ننزل، يعني طبعا حتى دلوقتي اثناء قبل الجواز في لازم تعمل تحاليل طبيه. برضو الناس لازم يعني تفهم اهميتها، مدى اهميتها، مش حاجه روتينيه او مش حاجه قانونيه يعني تم اضافتها بدون اهميه. ان هي حاجه مهمه جدا 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 لتجنب طفل ذوي اعاقه. يعني احنا المفترض ان احنا نعمل فحوصات ما قبل الزواج، ما قبل الزواج علشان نتجنب حاجه زي كده. تمام. يعني مهم جدا تحليل الكروموزومات، تحليل الجينات، التاريخ الوراثي للزوج والزوجه. مهم جدا ان هم يبقى عارفين التاريخ العائلي اللي حصل ايه. بتتقاس بقى، بتتقاس مع كل الازواج اللي هم او المقبلين على الزواج اللي هم القرايب، يعني زواج الاقارب. اسمع دايما ان هو نسبه كبيره. طبعا نسبه كبيره. طيب خليني بقى اخد حضرتك لنقطه، خلاص احنا يعني ما قدرناش نعمل فحوصات لا قدر الله، واتحطينا في موقف ان احنا في تم زواج، محتاجه اعرف انا كأم قاعده في بيتي دلوقتي وانجبت طفل او طفله، ازاي اتابع او اراقب الطفل اللي معايا واعرف هل هو من ذوي الاعاقه وهل هو مؤهل لده ولا هو اتولد بده، ولا ازاي اتجنب ده او ازاي اتعامل او اكتشفه ازاي اصلا؟ تمام. نرجع شويه بقى، ان احنا عدينا مرحله هي مرحله الحمل. تمام. مهمه جدا جدا يعني الاهتمام بالطفل والجنين، يعني مرحله الحمل. يعني صحه المراه مهمه جدا. تمام. يعني مهم جدا التغذيه. تمام. مهم جدا الكالسيوم، البروتينات،
مهم جدا كمان اي زوجه يعني حصل لها حمل تعمل تحليل وظائف الغده الدرقيه. يعني افهم من كلام حضرتك ان ممكن يتم انجاب طفل من ذوي الاعاقه من خلال تأثير في التغذية، تأثير التغذية بشكل عام. تمام، بشكل كبير جدا طبعا. عدم تعرض المرأة الحامل لأشعة إكس راي يعني أوكي. مهم جدا، مهم أوكي. جدا ان هي ما تعملش صبغات للشعر اثناء الحمل واه ما تزورش طبيب الاسنان. تبعد عن البنج طبعا، تبعد عن الأدوية المهدئات. الأم مدخنة بنقول لها النهارده يعني توقفي، يعني أنا الأوان أن تتوقفي عن التدخين. دي حقيقة. يعني كل أم مدخنة يعني لو إذا كنت بتطلبي قبل بقى الأمومة قبل يعني أرجوكي ضحي شوية، يعني بتعملي حاجة مضرة لنفسك فأنت بتأذي ابنك بشكل كبير جدا جدا وبشكل يعني مؤكد أنت ممكن يعني تنجبي طفل من ذوي الإعاقة. طب خليني يا دكتور آخد حضرتك بقى لنقطة أكيد يعني في أسر كتير من اللي بيتابعنا. أنا لو عندي طفل عنده ذوي قدرات خاصة أو إعاقة، إزاي أتعامل معاه هو؟ ازاي احتويه هو؟ وازاي اخلي اخواته يتعاملوا معي بحيث ان هو ما يشعرش ان هو بيعامل يعني معاملة خاصة؟ عرفت خلاص ان هو طفل ذوي احتياجات. تمام، برضو ندي كده يعني حاجات مهمة قوي لكل ام، ان هي مؤشرات مبكرة ان هي تعرف ازاي ان ابنها هيكون طفل من ذوي القدرات الخاصة. ده طبعا عندنا الأول. عندنا حالات كتيرة جدا. عندنا اعاقات كتيرة جدا، اعاقات سمعية، اعاقة بصرية، عندنا اطفال التوحد، عندنا اطفال الداون سيندروم، عندنا متلازمات كتيره جدا، متلازمه سبيرجر، كل ده عندنا برضو اعاقات حركيه، تاخر عقلي، فمتخيله حجم الاختلاف قد ايه كبير. انا امي دلوقتي، حضرتك اسمحي لي، انا امي دلوقتي قاعده ومعايا طفل انا ما اكتشفتوش لسه، ايه الحاجات اللي ممكن الاحظها يعني فيها خطر ان لا انا ابني في حاجه؟ ما هي كل ام بقى باكد على كل ام برضو ان هي تدرس، يعني عرفت خاصة ان هي حامل لازم جدا تعرف مراحل النمو، تعرف مراحل النمو اللي لازم يمر بها ابنها السوي بشكل عام هيكون شكلها ازاي، عشان تقدر تلاحظ اي تاخر عن اقرانه يبقى عارفه ان هو في مشكله. اتاخر شويه في الحركه، في المشي، كمان في حالات يعني الام برضو الذكيه بتعرف ان ابنها ممكن عنده مشكله قبل الانجاب، يعني الحركه بتاعته بتبتدي تقل، يعني فبيبقى مؤشر ان هو ان هنا في مشكله، مؤشر ان مثلا الدم مش بيوصل كويس للطفل، في نقص في الاكسجين. فتقدر ان هي دكتور ان عنده توحد مثلا تلاحظ الاختلاف. فعندنا زي ما قلت لك في اعاقات كتيره جدا، كل حاجه ليها تختلف، كل حاله ليها بالظبط، كل حاجه ليها. فهي لو درست كويس قوي وقرت بشكل كافي مراحل النمو الطبيعيه هتقدر تعرف ابنها واقع في ايه، اتاخر شويه في المشي. طب اسمحي لي يا دكتورة، في سيدات جميله طيبه يعني ما عندهاش الاستطاعه انها تدرس او تقرا، حضرتك بعلمك الوفير ده تقدري تديني روشته صغنطوطه كده ازاي الاحظ ابني؟ انا ست بسيطه قاعده في بيتي اعمل ايه؟ اتفضلي. تمام، هيبتدي الطفل مثلا، هي يعني طبعا كل اعاقه تختلف وشده كل ودرجه كل اعاقه تختلف برده من حاله لاخرى. تمام. وباكد ان كل حاله مختلفه عن الحاله الاخرى. تمام، فهمت ازاي؟ فمهم جدا ان هي تبقى ذات وعي، مهم جدا برضو ان احنا نقول هي ما تقدرش تقرا، لا لازم تقرا، لازم تتفرج. دلوقتي بقت يعني الثقافه منتشره والسوشيال ميديا بقت يعني يا ريت ناخد منها الشيء الايجابي. صحيح، بالعكس احنا بناخد منها الشيء السلبي. السلبي للاسف. للاسف هو اللي سيطر علينا بشكل عام. فاتمنى ان كل ام لا تاخد منها الشكل يعني الفايده منها ان هي تقدر تتثقف، تقدر تشوف فيديوهات اكتر، تقدر تشوف لينكات لاطفال كيفيه العنايه بيهم. طيب يعني عندنا مثلا اول نقطه بنقدر نلاحظها مثلا الطفل ما عندوش انتباه، يعني ممكن تنده عليه مش هيسمع، مش منتبه لاسمه، مفيش تواصل بصري، مفيش حركته اقل من غيره، مش متعلق بيها زي بقيه الاطفال. صحيح، عادي جت مشت، مفيش البكاء اللي هو بيبقى اللي بيبقى العادي بالنسبه لتعلق الطفل بامه. فمهم جدا مثلا نعمل بقى حسينا فيه غياب شويه نعمل قياس سمع، مهم جدا يعني الخطوات ازاي تبقى مهمه. طبيب المخ والاعصاب، الطبيب النفسي، التشخيص المبكر والتشخيص الصح. يعني عايزين نقول ان مجرد ما الام تشعر بشيء او بخلل في ابنها ما تتاخرش بالظبط، من سواء بقى مخ واعصاب، قياس سمع، ايا كان، يبقى فحص كامل لابنها بحيث ان هي تلحق توصل يعني
تلحق يعني ايه بيقولوا نلحقه بتدخل مبكر بقى، نلحقه بتدخل مبكر اللي بينقل الطفل من حاله متاخره اللي بيقدر نحطه ان هو زيه زي اقرانه العاديين. طب دكتوره خلينا ناخد مرحله تانية اللي هو خلاص احنا عرفنا ان في عندنا طفل وموجود في بيتنا في حياتنا، ازاي اعامله واحتويه؟ تقبل بقى، يعني تقبل الاخر بقى على تقبل الطفل كمان. عايز اقول لك ان تقبل المجتمع للطفل بيبقى انعكاس لتقبل الاسره للطفل بتاعها. يعني على كل ام وكل اسره اتعرفت خلاص ان لديها طفل من ذوي القدرات الخاصه تعرف ان هو ذوي قدرات خاصه، لازم تكون متاكده ان هو جوه كل طفل فيه قدره خاصه. يعني صحيح. قدرات خاصه مش بنقولها اسمه وخلاص، لا هو فعلا دكتور. اطفال ذوي قدرات خاصه ده علم يا دكتور، ده هي علم اطفال الوحيد. متميزين جدا، فكل طفل جواه ميزه، كل طفل جواه حاجه مختلفه. ده حقيقه. فاختلافه دايما بيقول اختلافنا ميزه، يعني اختلافهم بيميزهم عن غيرهم. صحيح. فتقبل الاسر للطفل بزي ما هو ده بينعكس على تقبل المجتمع كله لهذا الابن. يعني يا دكتور اخذ من كلام حضرتك ملخص للفقره، لو اصحاب القدرات الخاصه اخذوا مكانهم الطبيعي يقدروا يحققوا ايه؟ يحققوا كتير قوي، احنا اطفالنا يعني بنفتخر بيهم في العالم كله. بالظبط كده، يعني احنا قادرين على المعجزات، يعني احنا عايزين نقول ان احنا كمصريين عندنا عزيمه وعندنا اصرار ما دام معانا اسره صح، يعني ماشيه صح زي ما الدكتوره تفضلت. تقبلت الطفل، حبته زي ما هو، المجتمع تقبل الطفل، شخصت تشخيص سليم، قرت كويس، شخصت فعلا زي ما الدكتوره تفضلت، وقدمت البرامج العلاجيه وتدخل مبكر للطفل. سؤالي يا دكتور معلش، الجهات التعليميه والثقافيه في وجهه نظر حضرتك قدرت تقوم بدورها صح في القدرات الخاصه؟ والله احنا كنا مظلومين الاعوام كتيره قوي. أيوة. يعني لازم اكد ان احنا كنا في عالم اخر، وطبعا وحاليا دور الرئيسه مفتاحي طبعا يعني. طبعا في نهضه كبيره جدا في جميع الاتجاهات. يعني عايزه اقول لك ان امهات كتيره جدا بتقول احنا بقينا يعني مبسوطين ان اولادنا ذوي قدرات خاصه. شكرا. من كتر الاهتمام والحفلات الرعاية. شكرا دكتور بجد والله، الحقيقة الكلام معاكي يعني بسرعة خلص، وأنا محتاجة حلقتين ثلاثة خمسة عشرة عشان نكمل في موضوع مهم وبغاية الأمازة. احنا ذوي القدرات الخاصة. أشكرك جدا دكتور إيمان علي عبد الرحمن، استشاري الصحة النفسية وتخاطب الأطفال وفئات خاصة. كل الشكر لحضرتك يا فندم. شكرا جزيلا. مشاهدينا بشكر حضراتكم، وفاصل ونعود. رجعنا من الفاصل على أحلى متابعي ستات دوت كوم.